صلى قداسة البابا تودروس الثاني لقان عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية يوم الأحد 19 يناير الجاري، وعقب صلاة اللقان ترأس قداسته قداس عيد الغطاس المجيد وسط حضور شعبي كبير، وشارك في الصلوات عدد كبير من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة. نتابع. ترأس قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وشاركه في الصلاة نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه، ونيافة الحبر الجليل الأنبا هرمينا أسقف عام قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا ساويروس الأسقف العام، وفي حضور المئات من شعب العاصمة الثانية. عيد الغطاس هو عيد سيدي كبير بنحتفل به في الكنيسة، والاحتفالات عظيمة، ومن أيام الفاطميين كانوا مصرحين أن الأقباط يبقوا موجودين على النيل ويحتفلوا بهذا ويغطسوا في الجو الساقعة، وكان بيبقى حتى هم بيصرفوا ما تسمى حلاوين وحاجات حلاوة للمسيحيين في الوقت ده. فعيد قديم جدا في مصر، كان ليه احتفالات عظيمة، بس بسبب تغيرات الحكام ربما حصل نوع من انقاص قدر هذا العيد خارجيا، لكن داخليا الكنيسة احتفظت بيه، عيد بنحتفل بيه باللقان والصلاة على الماء. وفي اسكندرية بيأتي الأب البطريرك، وده تقليد قديم، ربما بيصلي الميلاد في القاهرة منذ أن انتقل الكرسي من الاسكندرية إلى القاهرة، ويجي بطرك الكنيسة يحتفل مع الشعب السكندري في عيد الغطاس. وجود سيدنا البابا في الاسكندرية وهو بابا ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية بركة كبيرة جدا جدا، بنفرح بمجيئه بنتهلل به، وتعودنا أنه دايما بيبقى موجود معانا في عيد الغطاس. وعيد الغطاس ده عيد الظهور الإلهي، عيد جرأة يوحنا المعمدان والحق والظهور الإلهي ربنا يسوع المسيح في المية والروح القدس فوق، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. حسيت بأهمية عيد الغطاس، وحسيت بأهمية أن أنا لازم أعلم ولادي أهمية عيد الغطاس وطقوسنا الجميلة وعقيدتنا الحلوة، وأن احنا نورثها لأولادنا وللأجيال اللي جاية وجاية أكتر. وتحدث قداسة البابا عن القديس يوحنا المعمدان الذي نطلق عليه السابق والصابغ والشهيد، فهو الذي سبق المسيح زمنيا بستة أشهر، والصابغ لأنه قام بالصبغة التي تعني المعمودية، والشهيد لأنه نال الشهادة بقطع الرأس، ومنذ شهادته بدأ السيد المسيح خدمته العلانية. عيد الظهور الإلهي هو عيد في سلسلة أعياد الخلاص التي بدأت بالبشارة ثم الميلاد والختان والغطاس ثم تتمتها وأكليلها عيد القيامة المجيد. طبعا احنا دايما في سلسلة هذه الأعياد لابد أن نفرح ونبتهج، وحلول الروح القدس هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. أنا كل سنة باجي أحضر طبعا الكنيسة، و يعني بتبسط قوي يعني أن أنا كن حاضرة القداس مع قدسة البابا، وطبعا كالعادة يعني نجيب القيس وبنجيب سفندي ونحتفل كلنا مع العيلة. يعني تعود دايما ان احنا بنحضر قداس الغطاس هنا مع قداسة البابا والاباء الاسقفة وكنيسة مرسية لها طعم جميل في عيد الغطاس، فبيكون جو جميل جدا احنا نكون كلنا متجمعين مع بعض ونيجي نصلي القداس هنا وناخد بركة جسد ودم المسيح ونحتفل باليوم اللي اتعمد فيه السيد المسيح في نهر الاردن، فبيكون كله يعني على بعضه كده حاجة جميلة. واعتاد بطريرك الكنيسة القبطية منذ وقت طويل أن يصلي قداس عيد الغطاس بالإسكندرية، وهو العيد الذي يسبقه عيد الميلاد وعيد الختان، ويتبعه عيد عرس قانا الجليل وعيد دخول المسيح إلى الهيكل. عيد الظهور الإلهي هو عيد التجديد وعيد التوبة وفرصة للرجوع مرة أخرى إلى الحياة مع صاحب هذه الحياة. من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، فريد إدوار، سي تي في.